بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في دراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس 36 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسخى الناس، ما سئل شيء قط فقال لا. عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، وهذا الفصل عقده بعد أن ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، فقد خلقه الله على أجمل صورة وعلى أحسن صورة، كما أنه جمله بحسن الأخلاق. وقد صدق فيه قول حسان رضي الله عنه في قوله: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم ترد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنما خلقت كما تشاء. في البيت الأول ذكر في جماله وأنه أجمل من ولدت النساء عليه الصلاة والسلام، وفي البيت الثاني ذكر جمال أخلاقه وكأنه خلق كما يشاء مبرأ من كل عيب عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت أفعاله من الدين، وكان الأنبياء السابقون يوحى إليهم، وهذا النبي جعل الله الدين في أمره ونهيه وفي خلقه وفعله، ولا يستثنى من ذلك إلا ما فعله بحكم طبيعته البشرية. يعني إذا فعل شيئاً لم يتدين به كحاجته إلى الطعام والشراب وقضاء الحاجة وهو لم يتدين بذلك، هذا ليس من الدين لأنه لم يتدين به. وأما الآداب التي كان يباشرها عند الطعام والشراب وقضاء الحاجة والغسل والوضوء فهو دين متبع. ولهذا ذكر العلماء أن السنة هي كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أقره أو فعله، فأفعاله دين. فكل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي من الدين، وقد أمرنا بالتأسي به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن مأمورون بالتأسي به في أخلاقه في أفعاله عليه الصلاة والسلام، لأنها كلها حق، كلها حق. فذكر في الفصل في أخلاقه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وصف علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا احمر البأس، اشتد البأس وعظم الأمر والخطب، ولقي القوم القوم، في
في المعارك في ضرب السيوف وفي توجيه السهام اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما جاء في يوم حنين عندما فر من فر وثبت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ينادي المهاجرين والأنصار إلى أن التف حوله 100 من كبار الصحابة، وجعل الله النصر على 100 رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا بهذا العدد الكبير وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فجعل هوازن ثقيف وثقيف كمينا لأول الجيش ورشقوهم بالنبال من سفوح الجبال، فارتد أول الجيش ثم أخذ يرتد من بعده حتى أن الرجل ما يستطيع أن يرد فرسه وبعيره لأن الإبل والخيول أصبحت متقهقرة. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ثباته كان عجيبا، كان على بغلة، والبغلة معلوم أنها ضعيفة السير، ومع هذا كان ينبئ عن نفسه يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال العلماء وهذا في غاية الشجاعة، هو قائد بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستهدف، ومع هذا يركب بغلة ويقبل على العدو حتى إن العباس يأخذ بخطامها يريد أن يثني عن الإقدام إلى العدو. يذكر أبو طلحة رضي الله عنه صورة من صور شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فزع أهل المدينة بليل، كان المدينة ليست كالآن الأنوار، كانت في ظلام دامس، فسمعوا صوتا ففزع الناس، فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم إلى ذلك الصوت ورجع وهو على خيل لأبي طلحة عري، يعني ليس عليه ما يركب عليه الراكب، وقد تقلد سيفا وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا. فهذا من شجاعته أن ينطلق تجاه الصوت وقد يكون عدوا، ومع هذا رجع قبل أن ينطلق الناس عليه الصلاة والسلام. فهذه الشجاعة العظيمة تميز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أشجع الناس. هناك شجاعة بل صورة عظيمة من صور شجاعته قد لا يدركها إلا من جرب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا المسجد كم فيه من الرجال؟ لو جاء رجل ودخل من هذا الباب وقال أنتم أيها القوم لديكم خطأ في دينكم، تخطئون في السنة، ماذا يفعل به؟ قد يفتك به. فكيف لو قال أنتم ترتكبون معصية وفاحشة؟ سيكون الغضب أشد. فكيف لو قال أنتم لستم على دين؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء لقريش بل للعرب، بل للعرب والعجم، وقال أنتم مشركون، أنتم تعبدون غير الله، وأنا رسول الله إليكم. ما هي ردة الفعل؟ غضب الناس. بهذا لاقى ما لاقى من الأمور العظيمة في بداية البعثة ما هو معلوم، وأضمر كثير من صناديد قريش أن يفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أصمه منه، وهذه غاية الشجاعة. ولهذا نحن نرى الآن في أهل العلم من يجب أن يقول لرجل يصلي ويسيء في صلاته، يجب أن يقول له يا فلان أخطأت، لما يخشى من غضب الناس، ويقول بعض الناس الناس لا يقبلون. فقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكثير من الناس لا يكاد يواجه الناس ويواجههم بأخطائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم واجه الأمة كلها، واجه العرب والعجم والإنس والجن، ولم يثني هذا عن تبليغ الرسالة التي أمره الله بها. فهذه غاية الشجاعة وغاية الثقة بالله تبارك وتعالى. قال وكان أسخى الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، كان أسخى الناس وأكرم الناس، ما سئل عن شيء
إلا وأعطاه، حتى إن الرجل يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الجبة فيقول الرجل أعطني إياه فيعطيه إياه، يقسم ما جاءه من المال ولا يبقي في بيته شيئا عليه الصلاة والسلام. ما سئل عن شيء أن يعطاه إلا وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من سأل. يوم حنين أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، فسأله 100 أخرى فأعطاه 100، قيل أنه أعطاه 500 من الإبل. من الذي يعطي هذا العطاء؟ ولهذا قال بعض من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطي قال ما رأيت أجود من محمد، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. اعترف أبو سفيان، أبو سفيان أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم هداه الله للإسلام. قال عاديته فوجدته نعم الرجل المنصف، وحاربته فوجدته نعم المحارب، وصاحبته فوجدته نعم الصاحب، واستعطيته فوجدته نعم الجواد الكريم. جربه في كل الأحوال، هو خير رجل في الحروب، لا يغدر ولا يكذب ولا يبادر إلى خفر عهد ولا ذمة عاهدته قريش وهم الذين نقضوا عهوده، عاهده أهل المدينة يهود المدينة ثم هم الذين نقضوا عهوده، لم ينقض عهده. لما دخل مكة فاتحا كان في عادة الملوك والأمراء في حال النصر يرفع رأسه ويدخل دخول المنتصر، ولربما صاحب الآن بعض أحوال النصر ما يصحبها من الحفلات والأهازيج. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة مطأطئا رأسه تواضعا إلى الله، فكان في حال القوة والبأس صاحب ثبات، وعند النصر صاحب تواضع. هو قائد الأمة عليه الصلاة والسلام ومع هذا يتواضع للمرأة وللصبي، لا يقبض يده ممن صافحه ولا يتعالى عن شيء، وإنما كان يتواضع للجميع عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وكان أحلم الناس وكان أشد حياء من العذراء في خدرها لا يثبت بصره في وجه أحد، وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهي إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم، فإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد. كان أحلم الناس، كان متصف بصفة الحلم، حلما عظيما لا يخرجه سفه السفيه ولا جرأة المتجر عليه أن يخرج عن حلمه. يقبض رجل بلباس نبي الله عليه الصلاة والسلام وهو من هو، ويجذبه حتى أثر في عنقه ويقول لهم أنتم يا بني عبد المطلب قوم مماطلون أعطني حقي، فيلتفت إليه ويبتسم ويقول إن لصاحب الحق مقالا. من يفعل هذا من أهل الشرف؟ قادر أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، بل إنه عذره والتمس له عذرا، فكان حليما عليه الصلاة والسلام، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. مع هذه الشجاعة فهو حي، وفي الغالب أن أهل الشجاعة فيهم جرأة، فكان أعظم الناس حياء وأعظمهم قوة في الحق، وهذا نادر. أهل الشجاعة وأهل الضرب بالسيوف فيهم جرأة وقد يقل فيهم الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين الكمالات، فهو أشد حياء من العذراء في خدرها. هذا وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، العذراء البكر عندما تتزوج في أول ليلة وهي في خدرها معروف حياؤها، فكان أشد حياء من العذراء في خدرها. حيي عليه الصلاة والسلام
لا يبادر إلى كلمة لا تليق بمقامه لشدة حياه. قال لا يثبت بصره في وجه أحد، وهذا من حيائه، يعني لا يحدق ببصره في وجه أحد حياء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم، وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد. هذا كما وصفته عائشة وغيرها، أنه ما كان ينتقم لنفسه وما كان يغضب لنفسه، وإنما كان يغضب عندما تنتهك محارم الله، يغضب لله. وهذا أفضل خلق، وهو أن لا يغضب الرجل لنفسه وإنما يغضب لله. والقسمة أو الناس في هذا على قسمة رباعية، منهم من يغضب لله ويغضب لنفسه وهذا يغلب على أهل الغضب، ومنهم من لا يغضب لله ولا يغضب لنفسه، ومنهم من يغضب لله ولا يغضب لنفسه، ومنهم من يغضب لنفسه ولا يغضب لله، وهذا أسوأ الناس والعياذ بالله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لله ولا يغضب لنفسه مع مقامه العظيم. قال وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد، يعني لا يغضب لغضبه أحد، كان إذا انتهكت محارم الله يحمر وجهه حتى كأنما فقئ الرمان في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث خرج على أصحابه وجدهم يتكلمون في القدر يذكرون شيئا من القرآن، قال ألي هذا خلقتم؟ أبي هذا أمرتم؟ قالوا فاحمر وجهه حتى أنما كأنما فقئ الرمان في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الغضب. لكن تأملوا، لو لم يوصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه غاضب، هل يستطيع أحد أن يقدر أن هذا القول ألي هذا خلقت أبي هذا أمرت هذا كلام غاضب؟ ما أحد يستطيع. والله لو لم يرد الحديث أنه غضب لقلنا إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الاعتدال والحلم، فكان غضبه عليه الصلاة والسلام لا يخرجه عن الاعتدال في كلامه، يلزم اللين في شدة غضبه. من يفعل هذا؟ لا يستطيع الإنسان الآن إذا غضب يتكلم بكلام يخرجه عن اعتداله، حتى إن الغضب من الأمور التي يرفع بها التكليف، وطلاق الغضبان لا يقع كما هو معلوم، وكذلك الهبة إذا جاءت عن غضب وزعل، بعض الناس إذا رجع في شيء قال هو لك من شدة الغضب، فيأتي بعد ذلك وقال إنه وهبني، فينظر القاضي إذا قال في شدة غضب فإنه لا يحكم على غاضب، لأن الغضب يخرج الكثير من الناس عن اعتداله. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان غضبه لا يخرجه عن اعتداله وعن سمته وعن أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد، منزلة عظيمة. القوي القريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد، يدور مع الحق، إن كان الحق لعبد أعطاه الله أعطاه إياه، وإن كان لسيد أعطاه إياه، ما يداهن في دين الله، يدور مع الحق، لا يداهن أحدا في دين الله ولا يحابي أحدا في دين الله. ولهذا لما شفع أسامة بن زيد وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن زيد بن حارثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع في المخزومية التي سرقت ألا يقطع يده، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذه المخزومية اسمها فاطمة، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. ومن فاطمة؟ أحب
بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه. خلق عظيم، يعني قل في الناس اليوم من ينصف من القريب والبعيد، يتساوى الناس عنده ولا يفاضل بينهم إلا بالحق. نعم. قال رحمه الله: وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه. ما عاب طعاما قط طيلة حياته، عندما كان في مكة قبل البعثة وبعد البعثة إلى أن لقي الله، ما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط. انظروا الآن إلى حالنا، يعني من الآن منا من لم يعد طعاما؟ قد لا يوجد، بل لربما يتكرر هذا في اليوم مرات، وتغضب الزوجة ويغضب الخادم للنقد وعيب الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعيب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه، عاف الضب وما أكل منه، وأكل الصحابة وما نهاهم ولا زجرهم، وما قال أنتم تأكلون ما أعافه، لأن بعض الناس إذا عاف شيئا بطابعه منع الناس منه فسكت. فسئل لما لا تأكل؟ قال إنه ليس بأرض قوم، وإني أجد نفسي تعافى. ما قال هذا عيبا في الضب والطعام، ولكن ليبين الحكم، وأنه ما تركه تدينا، ولربما لو لم يبين ذلك لقلنا إن أكل الضب محرم أو مكروه. فبين أنه يعافه بطبعه، ولم يذكر هذا عيبا في الطعام، وقال هذا عندما سئل عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وكان لا يأكل متكئا، ولا يأكل على خوان، ولا يمتنع من مباح، إن وجد تمرا أكله، وإن وجد خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد لبنا اكتفى به. أكل البطيخ بالرطب، وكان يحب الحلواء والعسل. كان لا يأكل متكئا، هذا من صفاته العظيمة، أنه كان لا يأكل متكئا وإنما معتدلا جالسا، ولا يأكل على خوان، والخوان هو المكان المرتفع الذي يجعل لارتفاع المائدة حتى يأكل منها الآكل، ولا يمتنع من مباح، لا يمتنع من مباح، وهذا بخلاف مسلك بعض من يدعي الزهد في بعض المتقدمين بعد عصور السلف، تركوا بعض المباحات بدعوى أن هذا من الزهد، فكان بعضهم لا يلبس إلا الصوف ولا يأكل من الطعام الجيد، وأفضى الأمر ببعض هؤلاء أن يأكل من الزبائن ولا يأكل من الطعام، يقولون هذا زهد، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن وجد تمرا أكله، وإن وجد خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد لبن اكتفى به. هذا حقيقة الزهد، لأن هذه الأمور كلها تستوي عنده، ولهذا من عظم شيئا وتركه بدعوى الزهد ما ترك له إلا بعد أن عظمه في نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم تستوي عنده هذه الأمور، فإذا قدم له شواء أو قدم له لحم أكل العسل واللحم، وإن وجد ما يحب من الطعام أكله، كان يحب القثاء ويحب الذراع من اللحم ويحب الحلوى، فكان يأكل ما يحب ولا يتكلف في منع نفسه مما يحب إذا أباح الله، وما كان يتكلف أيضا في طلب ما يحب، فلا يعرف أنه طلب حلوى أو عسلا أو ذراعا، لكن إن حضر الطعام وفيه ما يحب قدم للنبي صلى الله عليه وسلم. كان من هديه أكل البطيخ بالرطب. ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعالج الطعام، فإذا كان طبيعة الطعام حارا مزجه بالبارد، فطبيعة الرطب أحيانا فيه حرارة فيأكله مع البطيخ، وكان يأكل العسل مع القثاء حتى يعتدل المزاج، فالحار يؤكل مع البارد، وهذا من هديه في
الغذاء عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهران، لا يوقد في بيت من بيوته نار، وكان قوتهم التمر والماء. أيضا ذكر أنه كان يحب الحلوى والعسل، كان يحب الحلوى والعسل، وكان لا يتكلف في طلبهما. مع توفر الحلوى والعسل في بيوت بعض الصحابة من الأثرياء، ولكن ما كان يطلب ذلك. قال أبو هريرة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، وكان الشعير أدنى من غيره، فكيف بالبر؟ وهذا من زهده عليه الصلاة والسلام، كانت تأتي الغنائم في كل سنة كما تقدم، في كل سنة يغزو النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، تأتيها الغنائم، ولو استطاع أن يكون أغنى الناس فكان بإمكانه، وما كان يستبقي شيئا في بيته، يقسم ما يأتيه، حتى كان لا يوقد أو لا توقد النار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم الشهر والشهران، كما جاء في حديث عائشة. نعم. قال رحمه الله: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ويكافئ على الهدية، لا يتأنق في مأكل ولا ملبس، يأكل ما وجد ويلبس ما وجد. كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، لأن الصدقة حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته، ويكافئ على الهدية، إذا أهدي له كافأ من أهدى له. لا يتأنق في مأكل ولا ملبس، يعني أنه لا يتكلف في ذلك، وليس معنى لا يتأنق لا يتجمل، بل كان يتجمل للوفود ويلبس، يعني اللباس الجيد إذا توفر. يأكل ما وجد ويلبس ما وجد، يعني لا يتكلف في البحث عما لا يجد، وإنما يأكل مما وجد ويلبس مما وجد. قال رحمه الله: وكان يخصف النعل ويرقع الثوب، ويخدم في مهنة أهله، ويعود المرضى، وكان أشد الناس تواضعا، يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دنيء أو شريف. أخلاق عظيمة تدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يخصف النعل، ومعنى يخصف أي يخرج نعله، ومعنى هذا أن نعله تنقطع ويقوم هو بخرزها، والخصف هو أن يخرز النعل بالخصف، والخصف هو الشيء الذي يربط به الشيء، ومنه يقال لما يجلس عليه الخصف إذا أدخل السعف بعضه في بعض. فكان يخصف نعله ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلف بتبليغ الرسالة. نحن الآن معشر طلاب العلم، إذا اشتغل الإنسان بالعلم أراد أن يهيئ له كل شيء، قال أنا مشغول في العلم، لا يقوم بطبخ ولا مساعدة، مفرغ نفسه للعلم، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يوجد أحد من أهل العلم الآن حمل أن يبلغ الدين كله، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخدم أهله عليه الصلاة والسلام. أمور عظيمة، يعني تدل على البركة في الوقت، تدل على عظيم الأخلاق، تدل على التواضع. ولهذا ما عرف في البشر، ما عرف من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لا في المتقدمين ولا في المتأخرين. قال رحمه الله: وكان أشد الناس تواضعا، يعني تواضعه غير متكلف، يمتثل التواضع، يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دني أو شريف لأي شيء، وهذا بخلاف أهل الشرف،
فإنه لا يستجيب إلا لمن كان من أقرانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لكل من دعاه ويقبل الهدية من كل أحد. وإذا خاطبه رجل أو امرأة أو صبي أجاب، وما كان يتعالى على أحد في الكلام وفي الزيارة. أيضاً يعود المرضى ويتعهدهم، وكان عليه الصلاة والسلام إذا غاب أحد الصحابة سأل عنه وعاده عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم، لا يحقر فقيرا لفقره ولا يهاب ملكا لملكه. نعم، هذا من أخلاقه العظيمة أنه يحب المساكين، وكان يلاطفهم ويداعبهم ويمزح معهم ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم، لا يحقر فقيرا ولا يهاب ملكا لملكه. هذه من عظيم الأخلاق، لا يحقر الفقير ولا يهاب أهل الشرف والجاه. نعم. قال رحمه الله: وكان يركب الفرس والبعير والبغلة والحمار، ويردف خلفه عبده أو غيره، لا يدع أحد يمشي أحدا يمشي خلفه، ويقول: خلوا ظهري للملائكة. كان يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة، هذا من توابعه، وكان من عادة أهل الشرف في زمنه أن لا يركبوا إلا أجواد الخيل، أجود الخيل وأنفس الخيول وأعظم الإبل، وأما الحمير والبغال فلا يركبها أهل الشرف. مع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويركب البغلة. وذكرت أن من شرف هذه المخلوقات أنه يؤرخ لحمار متى مات وبغلة متى ماتت. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب هذا الحمار، ركب هذه البغلة. سبحان الله، بغلة ترتفع بركوب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حمار يقال مات يوم حجة الوداع، وبغلة ماتت في ينبع، وكان يجش لها الجريش كراما لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركبها. فكيف بمن استقام على سنته واستجاب لأمره وعظم سنته؟ فهذا الشرف العظيم الذي لا يبلغه أحد إلا بمثل ما فعل هذا. فالشرف الحقيقي أن تكون من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، متأسيا به، مقتديا به، تعظم أمره. إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ولكن، امتثل إن كان واجبا أو مستحبا، امتثل، هذا نبي وهو قدوته. قال رحمه الله: ويلبس الصوف وينتعل المخصوف، وكان أحب اللباس إليه الحبرة، وهي من برود اليمن، فيها حمرة وبياض، وخاتمه من فضة، فصه منه، يلبسه في خنصره الأيمن، وربما لبسه في الأيسر. كان أحب اللباس إليه الحبرة، والحبرة هو لباس يؤتى به من اليمن، قيل أنه من الكتان وقيل أنه من القطن، وإنما سمي حبرة من التحبير وهو التزيين. ومن قول أبي موسى الأشعري لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شيئا من القرآن، فقال له: أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت ذلك، يعني أنك تسمعني، لحبرته لك تحبيرا، يعني زينته لك تزيينا. فكان يلبس الحبرة إذا وجدت ولا يتكلف في ذلك، وله خاتم من فضة فصه منه، يعني ليس له فص من غيره، يلبسه في خنصره الأيمن. قيل أنه اتخذه لما قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا بختم، وقيل كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. اختلف العلماء اختلافا كبيرا في حكم لبس الخاتم، هل هو سنة أو أنه مكروه لغير الحاكم ولغير القاضي، لكن كان من هديه أنه
يلبس الخاتم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها. نعم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعصب على بطنه الحجر من شدة الجوع، كما يحصل هذا مرارا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الغنائم بيده، وكان الصحابة لو علموا بحاله لملأوا بيته طعاما، ما كان يطلب أحد وما كان يظهر حاجته، ولو أراد الدنيا لسأل الله أن يعطيه من الدنيا ما لم يعط غيره، ولكنه رضي منها بالقليل، ولو كانت هذه الدنيا تزن جناح بعوضة لم يعطي الله منها كافرا شربة ما كما جاء في الحديث. قال: وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها، فخير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون نبيا وعبدا من عباد الله، فاختار النبوة ورفض الملك. نعم. قال رحمه الله: وكان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا، مع أنه كان متواصل الأحزاب دائم الفكر. كان يكثر الذكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه الناظر وإذا به يحرك شفتيه بالذكر، ويقل اللغو، ما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نقلت عنه كلمة لغو، حتى مزاحه حق، يقول: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، عليه الصلاة والسلام. رجل رُصِدت سيرته ورُصِد كلامه وأفعاله ودخوله وخروجه، كما يقولون الآن الأضواء مسلطة عليه، وما عرف مع هذا النقل أنه قال كلمة لغو يقال ليت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، عليه الصلاة والسلام. ويكثر الذكر ويطيل الصلاة حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، ويقصر الخطبة، وهذا من فقه الرجل، تقصير الخطبة وإطالة الصلاة، فكان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس تبسما، وكان ضحكه تبسما لا يقهقه، فإن هذا يخالف المروءة، وإنما يتبسم، ولهذا إذا اشتد ضحكه قالوا ضحك حتى رؤيت نواجذه، هذا أقصى ما يفعل، وهذا من المروءة. وأحسنه بشرا، دائم البشر، مع أنه كان متواصل الأحزان، هنا تصحيف الأحزاب، والذي جاء في المصادر الأحزان، يعني ما يكاد يخرج من حزن حتى يبتلى بغيره إلى أن لقي الله، ومع هذا هو بهذا البشر وبهذا التفاؤل عليه الصلاة والسلام، كان يحب الفأل ويكره التشاؤم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وكان يحب الطيب ويكره الرائحة الكريهة، يستألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجفو عليه. كان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، وقال: حبي إلي من دنياكم الطيب والنساء، كان يحب الطيب والروائح الطيبة، وكان يكره الروائح الخبيثة، كان يشدد في هذا. ولما حضر بعض من يعمل في المزارع والمراعي إلى المسجد وقد ظهرت عليهم الروائح، أمرهم بالاغتسال يوم الجمعة، فأصبح الاغتسال يوم الجمعة مشروع، حتى قال بعض العلماء بوجوبه، وممن قال بوجوبه من المعاصرين فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ولكن الصحيح أنه مستحب، وأمرهم بالسواك، وكان يكثر من السواك حتى في مرض موته، عندما اشتد عليه المرض لينت له عائشة رضي الله عنها السواك فاستاك به عليه الصلاة والسلام.
يستألف أهل الشرف، يعني يتألفهم وما ينفرهم، ويكرم أهل الفضل، ينزل الناس منازلهم، ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجهو. يعني لا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يعبس في وجه رجل، وإنما كان دائم البشر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: يرى اللعب المباح فلا ينكره، يمزح ولا يقول إلا حقا، ويقبل معذرة المعتذر إليه، له عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس. يرى اللعب المباح فلا ينكره، هذا بخلاف المتنطعين أو بعض الآن من ينتسب للعبادة، إذا رأى الناس في مباح أنكر عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الفجر أقبل على أصحابه بوجهه، وهذا من كمال خلقه، فلا يبقى يذكر الله وقد أعطاهم ظهره واستقبل القبلة، مع أن الذكر باستقبال القبلة أفضل. فكان من عادته إذا انصرف من الصلاة استقبل أصحابه بوجهه ويذكر الله. ذكر الواصف قال: وكنا نتحدث في الدنيا ونضحك، فكان إذا رآنا ضحكنا تبسم مجاملة له وهو في ذكره، فما كان ينكر عليهم. قال: أنتم في المسجد كيف تضحكون؟ كما يقول بعض الآن المتنطعين والمتكلفين، بعض الناس إذا قرأ القرآن ورأى رجل بجانبه ساكت، لماذا تسكت؟ لماذا لا تقرأ القرآن؟ قد يكون يعني قرأ القرآن وفرغ ويريد أن يرتاح. فبعض الناس إذا اشتغل بشيء ينكر على من لم يشتغل بشغل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا. قصة عائشة عندما كانت تنظر إلى الحبشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وترتكز عليه حتى ترى لعب الحبشة، ثم يقول: ليعلم الناس أن في ديننا فسحة، عليه الصلاة والسلام. يمزح ولا يقول إلا حقا، من مزحه اللطيف أنه جاءته امرأة وقال: لا تدخل الجنة عجوز، فانصرف وشق عليها فأمرها أن ترجع، فقال لها: نعم لا تدخل الجنة عجوز وإنما تدخل شابة. هذا مزح ومزاح جميل لطيف وهو حق. ورأى الغلمان يلعبون ومعهم رجل اسمه أبا عمير، قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ويقبل معذرة المعتذر إليه، وهذا من الكرم الكريم، إذا اعتذر إليه قبل. ولهذا يقولون: الكريم إذا استرضي رضي وإذا أغضب غضب. هذا الكريم، له عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس، عبيد وإماء وخدم ما كان يرتفع عليهم في ملبس ولا في طعام، وأعتق عامة العبيد الذين كانوا تحت يدي عليه الصلاة والسلام. ومن كرمه لما أسرت صفية رضي الله عنها وكانت صاحبة شرف ووالدها حيي بن أخطب، أعتقها ثم تزوجها وجعل مهرها عتقا. أبى أن تكون هذه المرأة الشريفة أن تكون أما، فأعتقها عليه الصلاة والسلام وأكرمها. نعم. قال رحمه الله: لا يمضي له وقت في غير عمل لله أو في ما لا بد له ولأهله منه. رعى الغنم وقال: ما من نبي إلا قد رعاها. لا يمضي عليه وقت إلا في طاعة أو خدمة أهله أو خدمة أصحابه عليه الصلاة والسلام، فوقته كله مستغرق في العمل عليه الصلاة والسلام. رعي الغنم وهو صغير في بادية بني سعد، وقال: ما من نبي إلا وقد رعاها، وهذا من الشرف، لأن رعي الغنم يولد الذكاء والفطنة، ويتربى الصغير عندما يتربى على الجلد والقوة والفكر، بخلاف من ينشأ في بيت منعم كحال أبنائنا اليوم. يعني يبلغ الشاب الآن سن الزواج ولربما لا يحسن أن يشتري الأغراض لبيته عندما يتزوج، وأعرف من إذا تزوج يذهب والده في بداية الحياة الزوجية يشتري له أغراض البيت. لماذا؟ لأنه عاش في دلال
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الشاب الذي بلغ 18 يقود الجيش كأسامة بن زيد. نعم. قال رحمه الله: وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. نعم، هذا أعظم ما ورد في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة وهي أعرف الناس به، وهي زوجته التي ترى سره وعلانيته، تعلم أخلاقه، ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. هذا القرآن الذي ترون تسمعون آيات الله تتلى من الأوامر والنواهي يأتمر بأمر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن. وقد قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. أثنى عليه ربه بالخلق، وأثنت عليه زوجته أعرف الناس به بالخلق، قالت: كان خلقه القرآن، يعني يمتثل القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. نعم. قال رحمه الله: وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا. نعم، هذا عن أنس رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنوات، يقول: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان ناعم الملمس مع قوته وشجاعته عليه الصلاة والسلام. قال: ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتطيبون بعرقه، بطيب عرقه عليه الصلاة والسلام. قال: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ما تضجر يوما من هذا الخادم، ولا لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا. وهذا دليل على عظم الأخلاق، فإن الناس اليوم يرفعون الكلفة بينهم وبين خدمهم ونساء، فما نكثر ما نقول في اليوم الواحد: افعل كذا ولا تفعل كذا، لما فعلت كذا، لما صنعت كذا، وهذا بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قد جمع الله له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال، وآتاه الله تعالى علم الأولين والآخرين، وما فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر، نشأ في بلاد الجهل والصحاري، آتاه الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، وصلوات الله عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين. قال: جمع الله له، هذا آخر ما ذكره في هذا الفصل، جمع له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال. نعم، هذا بحق. قال: وآتاه الله علم الأولين والآخرين، هذه كلمة فيها مبالغة. علم الأولين والآخرين يشمل علوم الدنيا والآخرة وكل ما قيل. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه، وأعلم الناس بدين الله، وهو أعظم الناس معرفة بالخير وبالشر، ولكن علم الأولين والآخرين هذا فيه شيء من المبالغة. قال: وما فيه النجاة والفوز، بلا شك كل ما فيه النجاة والفوز فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف به، ولهذا قال: ما بقي من شيء يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار إلا وقد بين لكم، أمي لا يقرأ، وهو خير العلماء. لقد سبق أن ذكرت أن الأمية لا تعني الجهل، ولكن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهو سيد العلماء. قال: ولا معلم له من البشر، نشأ في بلاد الجهل والصحاري، هذه عبرة، يعني هذا النبي الآن بهذه الأخلاق، بهذه المروءة، بهذا التواضع، قد يظن الناس أنه نشأ في أحضان الأحبار والرهبان وأهل العلم بالكتاب
وأنه اعتني به وهو صغير بتربيته نشأ في مكة، تعلمون بيئة مكة، لكن عصمه الله حتى إنه كان يتحنث في غار حراء، وما كان يساكن أهل مكة ويشاركهم في لهوهم عليه الصلاة والسلام. قال: أتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين. نعم، شرفه الله بمقامات عظيمة لم يبلغها آدم ولا بنوه، فهو سيد ولد آدم، وهو صاحب شفاعتهم يوم القيامة، وهو صاحب لواء الحمد، وهو صاحب الوسيلة، وهو أول من يقرع باب الجنة، وهو أول من يدخل الجنة، وهو أعظم الناس تبعا. الجنة 120 صف، أتباعه 80 صف عليه الصلاة والسلام. منزلته في الجنة أعظم منزلة، ليس فوقها إلا عرش الرحمن. مع هذا العلو والشرف في الدين ما افتخر يوما، بل قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. عليه الصلاة والسلام اختاره الله على جميع الأولين والآخرين. قد جاء في الحديث أن الله نظر في قلوب العباد قبل أن يخلقه، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبر القلوب، فاختاره لرسالته. لا يظن أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل هكذا، وإنما الله عز وجل مطلع على قلوب العباد قبل أن يخلقه، فوجد أبر قلب من بني آدم قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله لرسالته. يقول ابن مسعود: ثم نظر إلى قلوب الناس فوجد أبر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه، فاختارهم لصحبته. ومن هنا تدرك أن سير هؤلاء الصحابة، هؤلاء ليسوا كغيرهم، وإنما اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم لسابق علمه. كنا اعتدنا في كل درس نذكر العبرة، والله إن هذا الدرس كله عبرة، كل كلمة فيه عبرة، ولهذا لا أطيل عليكم الحديث، ولكن أقول: هذه السيرة العطرة، سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هي محفزة لكل واحد منا أن يمتثل هذه الأخلاق. والله إن المسلم ليعجب عندما نتلمس الأخلاق والآداب من الغرب والشرق ونحن قد بعث لنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يلجأ بعض التربويين وبعض المربين أن يربي أبناءه ويدعو لتربية أبنائنا على أنظمة غربية، كما يدعي بعض من يدعي التربية ومن يدعي أنه خالط الغرب وأنه اطلع على ثقافتهم؟ وهذه الأخلاق وهذه السيرة العطرة وهذا النبي الكريم الذي أرسله الله إلينا بهذه الأخلاق العظيمة، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.